اول حاجه عثمان عثمان راه ما ماتش، عثمان قتلو بوليسي، عثمان ضربو بوليسي، ضربو برجليه، سمعتيني ضربو برجليه. ما عندكش الحق دري مركب في موطور غادي للبحر، دري غادي للبحر، خليني نهضر، دري غادي للبحر، غادي عارفو مركب طروا بلاص، عارفو نقولو اه طايش ما عندوش العقل. ما عندكش الحق تضربو انت لابس صباط، لابس صباط غليظ وتضربو وتضربو في جنبو وتطيحو. علاش طيحتي؟ شو شحال من واحد، شو شحال من واحد كيبكي عليه، شو شحال من واحد باش تعرف الدري درويش. نقولو حنا براهش، نقولو حنا ولاد الحرام، ولكن هذاك الدري غادي تشد الذنب ديالو. ما اداش ما اداش صلاح. وديك الدري مسكينه حتى هي الله يشافيها في هذا النار. والدري باش عرف انه محبوب راه مات في احسن ليله وكبيره عند الله، في ليله القدر، في ليله الجمعه وليله القدر، ولا في نهار كبير عند الله وصايم. والله ياخذ الحق في ذاك البوليسي. عاود لينا ملي كنتو غاديين هكا؟ غاديين، حنا غاديين، ما بينا ما علينا غاديين، يعني كنا غاديين في يعني غاديين انتيردي، ما غاديش انتيردي. ديما ريتي بشالك الاول تبعتيه، غير هو مسكين هو اللي غادي راسه، هو اللي غادي معزول على الدراري تبعتيه. غادي خرجت لي طوموبيل بغى يفانتي عليها مع اخر شي اللي انت ضربتيه برجلك. علاش ضربو برجلك؟ علاش هو الدري هذا؟ باش نقولها لك، هذا الفيديو عندك متلوحوش، ما تقطعنيش، انا نضرب الحبس عادي، ما تقطعنيش في هذا الفيديو هذا. كيفاش كيدير الاخلاق؟ شوف عثمان من اطيب خلق الله، كنقول لك كيمشي جنب الحيط. اما ايا ديك الدريه كنقول لك بزاف ديال بزاف، النمله ما كتاديهاش لدرجه لا بكيتي كتبكي معاك، لا ضحكتي كتضحك معاك، يعني كتحس بها اختك واخا انت ما كتعرفهاش. وراه كيسكنوا حدانا وكيقراو معانا، دوك راه خوتنا، هذوك راه خوتنا. ودابا عثمان لا طلع عطاه صافي، عثمان مات عند الله، وخاص داك البوليسي يتعذب كيف ما عذبوا وكيف ما لاحوا. خاصو يتلاح، خاصو يتلاح في الحبس، خاصو يتعذب داك السيد، خاصو يموت، ما خاصوش يبقى. كيفاش دايره الحاله دابا ديال هاد البنات هادو اللي مشلة والاخرى ما عارفين حية ولا ميتة، ما كيعطيوناش حتى شي اخبار عليها، لدرجة كنمشيو ندويو كيقولوا لينا واخا دابا تفيق، دابا تفيق، خاصة كلينيك. آية آية خاصة كلينيك. واش قادرين أنهم ما قادرينش؟ آية ما قادرينش، آية ما قادرينش، عائلتها يديوها كلينيك، يعني الدولة اللي خاصها تديها الكلينيك. أنا الصديق ديال عثمان الله يرحمه والله يولي برحمة الله، تكلمنا في هذا السيد، تكلمنا فيه لحنا على الناس ديال الدب، جميع أصدقاء ديالو، عنده أصدقاء جميع النواحي. هذا السيد هذا تخطفنا فيه وضعنا فيه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب. الناس كتقول بأنه حفرة، ما كاين لا حفرة لا والو، هذا الشيء هو اللي كاين، شي حاجة أخرى ما كايناش. كيفاش كان التعامل ديال عثمان؟ الأخلاق ديالو، الأخلاق ديالو ما كاينش مناقشة عليها، جميع من الكبير حتى الصغير كلشي كيجبدوا أطيب خلق الله. هذا السيد ما عندوش عداوة مع حتى شي واحد، وخاص ضرب بيد من حديد في الناس اللي كتكون تقتل خوك المسلم. خاص بنادم يعرف العواقب ديالها، ماشي انا رجل امن عندي موطور نمشي نخرج ديك الواحد نقتلو. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الشيء كيحز في النفس. بغيتو الحق ديال عثمان؟ بغينا الحق ديال عثمان، كما ما خديناش الحق هذيك النهار ديال يوسف، بغينا الحق ديال عثمان. هذيك النهار يوسف واليوم عثمان وغدا انا، هذا الشيء هو اللي كاين. الله يعاون. ثلاثة عنده باكد العام، عنده باكد، عنده باكد، هو الجيل الصاعد اللي كتسناو فيه يطلع الصعيبي وانتم كتقتلوا بنادم. وهذا الشيء ما فيهش غير الامن بوحده، فيه حتى الدولة على قادوس محفور، ما خاصوش يبقى محفور، خاصو يتغطى، ما خاصوش يبقى محفور هذاك قادوس، ما خاصوش يبقى محفور هذاك قادوس، خاصو يتغطى، ما فيهش امن بوحده هذا الشيء، فيه حتى الدولة. واش واحد كون دابا هبط فيه شي دري صغير نوريك شحال فيه ديال الغرق، كون هبط فيه شي دري صغير كونتراك مثلا داك الدري، ها الدري والدريه، الدري والدريه بثلاثة عندهم باك، زعما راه الجيل الصاعد، الجيل الصاعد زعما راك توجدوا ليه جوج تقتلوا فينا حنا، راه عيب بزاف راه ظلم الصاعد تعدوا. والله ياخذ في حق اللي كان حيله وسباب. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.